رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين. أهلا بيكم مع الفزورة الخامسة من فوازير رمضان. وضيفنا النهاردة ترك علامة في كل بيت وبصمة كبيرة على حدوتته. كان بتنام أجيال كتير، وقبل النوم كانت قصصه بتسلينا، وفنونه مع الكرتون كانت حاجة عظيمة، له علامة مميزة في ذكريات الأطفال وبرامجهم. تولى رئاسة قطاع برامج الأطفال، وظل حتى وفاته يهتم بالأطفال وبرامجهم، يقدم المعلومة والنصيحة بطريقة غير مباشرة من خلال قصة أو سؤال أو أي طريقة. يلا شاركونا وخمنوا مين ضيف حلقة النهاردة، وما تنسوش تعملوا شير وتكتبوا الإجابة في التعليقات أو الرسائل. كل سنة وكلنا بخير وسعادة.